جوابي ده الاخير. الاخير ليكي. انا مش عارفه دي بقى انت بتعنفها فيها ولا بتحب فيها يعني يا ست الحسن وبعد كده جيت ده ده مدخل شوية. بس ده 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 دي حركه ثعبانيه عشان هي تسمع صح؟ عشان هي ايه تعلي وتسمع. انا هو في القصيده ما بنجرحش، هو بيقول لها ما بنجرحش، ما بنجرحش، ما بنسمعش حد يقول كلام عنك، حلو، لذلك ثم ما بعد انا الطفل اللي كان في عينيك. ايوه. طب ما ايه رايك نسمعها للناس؟ انا دي نص طويل وانا مش انا انا ممكن من. ممكن تخني في يعني في الذاكره، ممكن افتكر لك مقطع صغير. اديني مقطع كده. هو يعني بيعتقد ان ده جواب الاخير، ما كانش الاخير ولا حاجه. كان بيقول جوابي زي شعراء كتير يجي يقول لك اخر قصيده اكتبها لك وبعد كده يجي. كلنا طبعا كلكم هذا الشخص. طبعا طبعا طبعا. وعلى فكره بعد سنتين من النص ده كتبت قصيده اسمها كلام ما اتقالش في جواب الاخير، كان في حاجات ما قلتهاش. حلوه ولا وحشه؟ حلوه. ابوس ايديكي، هو بيقول لها بعد ما طب ما تسمعني مقطع من الاول جزء وبعد كده تذكر لي الحاجات الحلوه. احاول افتكر. هو في النص الاولاني بيقول جوابي ده الاخير ليكي يا معليكي يا ست الحسن، سبب الحزن والعله. شجره حسبتها ضله وطلعت نار. بدايه الاول مساء الفل على الازهار على خدودك. ما بنجرحش وما بنسمحش لحد يقول كلام عني، احنا هنقطع كده. لذلك ثم اما بعد انا الطفل اللي كان في عينيكي متشعبط يشوفك روحه تتلخبط وقلبه من الحرام يضعف ويستعبط، كانك زار وانا الدرويش، كانك غار وانا الحرفيش، كانك دار وانا اللي ماليش سوى الدار اللي لماني، بغض الجرح مين خان مين ومين قصر مع التاني، وغض الجرح عن اسمك وطعم خروجه في لساني، انا مليت من القصه ومن لعبه خلاص لسه، حسبتك غيمه في حياتي، حسبتك مطره قمت جريت وفجاه لقيت مفيش غير ليل، سحاب الضلمه كنت انتي اشوفك في الوجع بنتي، واحد الى اخر النص. حلو. في النص الثاني بقى رجع قال لها عشان هو كان كنت زودتها الحقيقه. فبقول في النص الثاني المقطع الاولاني بعد سنتين، بعد سنتين ابوس ايديكي قبل اي كلام، فرض احترام وحق حب في يوم من الايام كان هو اجمل حاجه في حياتي، واتلو السلام كالرجال اوقات ما بيفرقوا، اديك حقك عليا في الغياب تقدير، انا برضو شفت منك حلو كتير، يعني الى اخر النص. انا حاولت ان انا اعمل ده واعمل ده، يعني انت بعد ما عيشتها سنتين، قصتين طوال قوي يعني. بعد ما عيشتها سنتين قلت لا هي ليها اكيد حاجات حلوه طبعا. بعد ما هديت بقى طبعا بعد ما بصيت، تديها جملتين حلوين، جملتين لطاف.